الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أورد المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وذكر المصنف أن هذا الحديث رواه مسلم. وفي نسبة هذا الحديث لمسلم نظر، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ إنما رواه أبو داود من حديث عطاء عن عائشة، ولكن لفظ مسلم بنحوه، فإن لفظ مسلم يجزئك عن طوافك بالصفا والمروة، يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. فاللفظ الذي جاء به المصنف إنما هو لفظ أبي داود، وهذا يدلنا على أن المصنف إنما نقله بالواسطة ولم ينقله مباشرة. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما نفر النبي صلى الله عليه وسلم من منى متجها إلى مكة، فإنه نزل في الأبطح، وعائشة رضي الله عنها كانت معه، فبكت وقالت: يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج. فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم طيب خاطرها عليه الصلاة والسلام بأن أعمرها من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن. عندنا في هذا الحديث ثلاثة أجزاء: فعل عائشة رضي الله عنها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها هنا، ثم إعماره لها من التنعيم. نبدأ بها على سبيل الترتيب. عائشة رضي الله عنها لما أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووصلت إلى مكة، حينما وصلت إلى مكة حاضت، وقد كان وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، فلم تطهر حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الحج ومناسكه، لأن بين دخوله مكة وبين ذهابه إلى منى في يوم التروية 4 أيام كما تعلمون، ويذكره الفقهاء في كتاب الصلاة. فحين ذلك أدخلت حجها في عمرتها، وأخذ العلماء من الحكم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن المرأة إذا دخلت في الحج ثم حاضت فخشيت فوات الوقوف بعرفة، فإنه ينقلب نسكها من التمتع إلى القران إذا كانت قد أحرمت متمتعة. إذن ينقلب النسك من التمتع إلى القران إذا خشيت الفوات. وألحق الفقهاء بذلك كل من أتى مكة في اليوم الثامن، فإن اليوم الثامن لا تمتع فيه لأنه بدأت أعمال الحج، فكل من دخل مكة في اليوم الثامن نقول أصبح قارنا وإن نوى التمتع، لأنه شرع الآن في أفعال الحج وإن كانت الأفعال مندوبة. الأمر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، هذه الجملة تدلنا على أحكام. من هذه الأحكام يدلنا على أن أعمال القارن هي مثل أعمال المفرد تماما، حتى إن عائشة رضي الله عنها ظنت أنها مفردة فقالت: يعود الناس بحج وأعود بحج، يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج فقط، فظنت أن حكمها حكم مفرد. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمالها وإن كانت كأفعال المفرد إلا أنها قارنة، وليس بين أعمال المفرد والقارن فرق، حتى قال الفقهاء إن ترتيب العمرة يسقط إذا دخلت في الحج. المسألة الثانية التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت إلى آخره، هذه الجملة تدلنا على أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد كالمفرد تماما، وهذا الاستدلال استدل به القاضي من هذا الحديث لأنه قال طوافك، فهو يشمل الطواف الواحد وليس جنسا يشمل جميع الأطوفة. وقد وافقه في النتيجة الزركشي لكن نظر استدلاله، فقال إن هذا الاستدلال فيه نظر،
فإن حديث عائشة لا يدل على أنها لم تطف إلا طوافا واحدا ولم تسعى إلا سعيا واحدا، ولكن يدل على أن القارئ لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد أدلة أخرى. الفائدة التي بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فعلها وهو طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة قال يكفيك لحجك وعمرتك، فهذا يدلنا على أنها تكون معتمرة. ونأخذ منه أن عمرة التمتع عفوا أن عمرة القران تجزئ عن عمرة الإسلام ولا يلزم فعل عمرتين معا. الأمر الأخير في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أعمرها من التنعيم مع أخيها. إعمار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة من التنعيم أخذ منه أحكام، منها أنه يجوز أخذ عمرتين في سنة واحدة بل وفي سفرة واحدة. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يشرع أخذ عمرتين في سفرة واحدة، وإنما لا بد أن تكون لكل عمرة سفرة فينشئ سفرة لكل عمرة. وبنى على ذلك أن المكية لا تلزمه العمرة لأنه لم ينشئ سفرة. وحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها حينما أعمرها من التنعيم على أنه تطيب خاطر لها فقط، من باب تطيب الخاطر، قال أذهبها إلى التنعيم وتعود، فهو من باب تطيب الخاطر لا أنها عمرة. أيضا حديث عائشة هو الأصل عند أهل العلم في أن المكية ومن في حكم المكي، ومن في حكم المكي هو المقيم بها من غير أهلها، ومن دخل مكة بنسك سواء كان حجا أو عمرة، أن المكية ومن في حكمه إذا أراد أن يعتمر فإنه لا بد أن يذهب إلى أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم وهو أدنى الحل إليها، فلا بد أن يجمع بين الحل والحرم، وهذا قول أكثر أهل العلم. وإن قيل، وهذا القول بدأ من يقول به من المعاصرين وألفوا فيه كتبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال حتى أهل مكة يهلون من مكة يشمل الحج والعمرة، وهذا غير صحيح، وإنما ذاك الحديث في الحج، لأن الحاج يذهب إلى الحل في عرفة بين المعتمر كل أفعاله في الحرم، فلا بد أن يجمع بين الحل والحرم. وقد أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من التنعيم. المسألة الأخيرة، الإعمار من التنعيم هل هو أفضل؟ المشهور من المذهب أن الأفضل الأبعد، فلو ذهب من عرفة مثلا أو اعتمر من الشرائع أو غيرها فإنه يكون أفضل، نص عليه أحمد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث ابن عباس وقد جاء من طريق ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع، يعني في طوافه بالبيت، في السبع الذي أفاض فيه وهو طواف الإفاضة. وقد تقدم معنا أنه عليه الصلاة والسلام رمل في غيره، وهذا يدلنا على أن الرمل في الطواف في الأشواط الثلاثة إنما يكون في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع فقط. نعم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. نعم، هذا حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أي صلاهما عندما نفر من منى في اليوم الثالث عشر حينما رمى الجمرة، أي رماها بعد الزوال ولم يصلي الظهر في منى وإنما خرج، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصب. وهذا المحصب الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بات فيه بعد ذلك، وهذا معنى قوله ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف بالبيت هناك. هذا المحصب محله الآن معروف منذ القدم أنه في قريب من مسجد الإجابة، هناك مسجد مشهور في حي المعابدة يسمى مسجد الإجابة، قيل إن مسجد الإجابة هو الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد بات، لكن المحصب مكان واسع. ولذلك فإن فقهاءنا إذا ذكروا المحصب، لأنه ينبني عليه حكم سنة سنذكره بعد قليل، قالوا وحد المحصب ما كان بين الجبلين إلى المقبرة، فدل على أنه ليس موضعا محدودا بل هو أوسع من أن يكون الموضع فقط الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أي وما جاوره، فكل ما بين الجبلين فهو محصب، وهو مكان معروف في حي المعابدة أقرب ما له القصر الذي يسمى بقصر الملك فيصل، وهو معروف الآن بناؤه مشهور، وهو قريب من منى، عندما تخرج من منى من جهة الششة
بعد ما تخرج امسك الخط على اليمين، بعد النفق مباشرة تأتيك حي المعابدة على اليمين، ذاك هو حي المعابدة، حي هو المحصب الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا هنا مسألة في قضية المحصب، المكث في المحصب والنزول فيه هل هو سنة أم ليس بسنة؟ طبعا المحصب كان يسمى قديما بالأبطح، لذلك يسمونه بالأبطح ويسمى بالمحصب ويسمى الفعل بالتحصيب وهكذا. هل هو سنة أم ليس بسنة؟ مشهور المذهب عند المتأخرين والمجزوم به عندهم أن النزول بالأبطح والمكث فيه إلى الليل لا يلزم النوم، وإنما قالوا يهجع فيه قليلا أنه يكون سنة، ودليلهم على ذلك حديث أنس، ويؤيد كونه سنة أن الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهم من كبار الصحابة وغيرهم كابن عمر كانوا يفعلون ذلك، إذا خرجوا من منى ذهبوا إلى المحصب فباتوا به فيكون حينئذ سنة. وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في منسكه أن الحاج إذا بات في المحصب فهو حسن، فدل على أن الذهاب إلى المحصب حسن فيدخل في عموم المندوب. وهناك رواية ثانية في المذهب عند المتأخرين أن المبيت في المحصب ليس بسنة، وعبرت بكونها عند المتأخرين لما؟ لأن في الإنصاف لم يذكر هذه الرواية، وإنما ذكر من قال بندب المبيت في المحصب، ولم يذكر أحدا لم يقل إنها غير مندوبة، وإنما سكتوا عنها. والسكوت عن ذكر الحكم يأخذ منه المتأخرون خصوصا نفي الحكم، ولذا فإن صاحب المنتهى لم يذكر الندب، ذكر الندب صاحب الإقناع موسى، وأما ابن النجار الفتوحي فإنه لم يذكر الندب وسكت، لم يذكر المحصب بالكلية. فقال البهوتي في شرحه للمنتهى قال: وظاهر كلامه أي كلام صاحب المنتهى أن التحصيب ليس بسنة خلافا لما في الإقناع. وهذا من فقه التعاون مع الكتب، أن ما لم يذكر هل يكون غير مشروع أم ليس بمشروع، يعني غير مندوب أو غير واجب أم لا، هذه مسألة فيها تفصيل مشهور عند كثير من العلماء، ذكرها بعض الشافعية وذكرها بعض المالكية ومذكور عند الحنابلة كذلك. هذه الرواية لكن قد تؤخذ من كلام الإمام أحمد، فقد جاء في مساء الكوسج أن أحمد سئل أو سأله إسحاق عن النزول بالأبطح الذي هو المحصب، فقال الإمام أحمد: من لم ينزل فليس عليه شيء. وقد ذكروا في دلائل ألفاظ أحمد أنه إذا قال ليس عليه شيء معناه أنه مباح فلا يكون حينئذ سنة. يدل على هذا القول، يعني بعد ما ذكرنا كلام أحمد نذكر له الاستدلال، ما سيأتي بعد قليل من حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس أنهما نفيا أنه سنة، فقد جاء في بعض ألفاظ حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ليس المبيت في بالأبطح سنة، ليس سنة، فنفته بالكلية. وهذا القول قد يعني يقول له حظ من النظر، ولذلك يقول المحققون ومنهم الشيخ تقي الدين أن التردد بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أهي أفعال معللة أم غير معللة هو من مما يختلف فيه النظر، والنظر فيه سائغ وسهل جدا، فلا ينكر على من بات في الأبطح بناء على أنها سنة، ولا ينكر على من نفى ذلك، فالأمر فيها سهل، فكلا الطرفين بين الأجر والأجرين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. نعم، هذا حديث مسلم نسبه المصنف المسلم، وهو في الصحيحين مسلم والبخاري، أن عائشة لم تكن تفعل ذلك عند نفرها من منى، فلم تكن تنزل بالمحصب، قال أي النزول بالأبطح، والأبطح والمحصب يسمى بطحاء قريش، وهي غير بطحاء قريش الحي المعروف الآن. قال: وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. وفي لفظ في الصحيح أنها قالت: النزول بالأبطح ليس بسنة، وهو صريح في رأيها وعدم الاكتفاء بفعلها. هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها نستفيد منه حكمين: الحكم الأول ما تقدم، الاستدلال للرواية الثانية مذهب أحمد أن النزول بالأبطح ليس بسنة. والأمر الثاني أن هذا الحديث يدل على قاعدة كلية مهمة، وهذا الاستنباط من شيخ الإسلام عليه رحمة الله، فقد استنبط من حديث عائشة أن المقاصد
معتبرة عند الصحابة رضوان الله عليهم حال متابعتهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إعمال المقاصد مهم، والمقاصد كما تعلمون نوعان: مقاصد الشرع ومقاصد المكلفين. ومقاصد الشرع ثلاثة: مقاصد عامة وهي جلب المصلحة ودفع المفسدة، ومقاصد كلية متعلقة بكل باب، فالبيع له مقاصده، والحج له مقاصده، والصلاة لها مقاصدها، والربا له مقاصده، والجنايات والحدود لها مقاصدها. والنوع الثالث المقاصد الجزئية المتعلقة بالحكم بعينه والمسألة، ومنه هذه المسألة. فإن من مقاصد هذه المسألة وهو النزول بالأبطح ما فهمته عائشة أنه كان أسمح، ووجه كونه أسمح أنك إذا خرجت من منى اترك الأنفاق التي شقت الآن، فأقرب طريق إلى المسجد الحرام يكون من هذا الطريق، اخرج من رمي الجمار مباشرة ففي وجهك تكون هذه الجبال شقت أكثر من نفق الآن، اذهب معها الحجيج. لكن لو لم تكن مشقوقة فإن أقرب طريق أنك تنزل من طريق الأبطح. ثم إن الأبطح مكان سهل يسهل فيه النزول والمبيت، وخاصة إذا كانوا عددا كبيرا كالإمام ومن معه، وهذا من تعليل عائشة رضي الله عنها أنه أسمح لخروجه حينما يخرج ويبيت فيه لكي لا يدركه المبيت في منى. والأمر الثاني أنه واسع ليسعى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وهو قريب من المسجد الحرام، وهذا يدلنا على هذا المقصد الكلي وهو قضية إعمال المقاصد. أقول هذا لما؟ لأن بعضا من المتأخرين يظن أن مذهب الإمام أحمد ليس فيه إعمال المقاصد، لأنه أخذ من الشافعية ذلك، فالشافعية يلغون إعمال المقاصد، ولذلك عندهم النظر في العقود الشكلية، وهذا غير صحيح. بل إعمال المقاصد في شرع الله عز وجل ومن عمل الصحابة، ومذهب أحمد والمتقدمين منهم بالخصوص كان إعمال المقاصد، ولها مبحث غير هذا المحل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، متفق عليه. نعم، حديث ابن عباس هذا يدلنا على وجوب طواف الوداع، ويسمى بطواف الصدر، بعض العلماء يسمي طواف الإفاضة طواف الصدر، وأما فقهاؤنا فإنهم يسمون طواف الوداع طواف الصدر، وهذا من باب اشتراك الألفاظ. ولذلك قد تجد هذا المصطلح عند الفقهاء يعنون به مصطلحا معنى مختلفا عند فقهاء غيرهم، ومنه هذا طواف الصدر، فعند الحنابل يعنون به طواف الوداع، وعند غيرهم ربما عنوا به طواف الإفاضة كالشافعية. طواف الوداع فيه أمر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. فيه دليل على أن طواف الوداع واجب، وظاهر كلام الفقهاء أنه واجب على الحاج والمعتمر معا وليس خاصا بالحاج فقط. المسألة الثالثة أنه سمي وداعا لأنه آخر أفعال الحج وآخر أفعال الحاج معا، وبناء على ذلك فإنه على المشهور على قول المتأخرين أنه إذا اشتغل بغير شد الرحل أعاده، كذا عبر. وذهب بعض المحققين وهو الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه يعفى عن الشيء اليسير كشراء الطعام وشراء المتاع اليسير ونحو ذلك، وهذا هو الصحيح، وخاصة في هذا الوقت فإن الناس يحتاجون إلى انتظار الرفقة، وربما يعني شق عليهم أن يذهبوا في وقت واحد. نعم. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بمئة صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ذكر المصنف أن هذا الحديث صححه ابن حبان، وكذلك صححه ابن مفلح في الفروع، بل قال ابن عبد البر إنه أحسن حديث روي في ذلك هو هذا الحديث، حديث عبد الله بن الزبير، ونقل الشيخ تقي الدين عن الضياء المقدسي وأقره أن هذا الحديث على رسم الصحيح أي على شرط الصحيح، والشيخ كان يثني على كتاب المختارة للضياء المقدسي ويرى أن شرطه أقوى من شرط أبي عبد الله الحاكم في المستدرك. حديث عبد الله بن الزبير فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، المراد بمسجدي الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم مسجده عليه الصلاة والسلام، وفي هذا في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا من الفقه مسائل،
المسألة الأولى فيه دليل على أنه يجوز إضافة اسم المسجد لغير الله عز وجل، فقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد له، فيجوز أن تقول مسجد بني فلان ومسجد فلان باعتبار الإمام وغير ذلك من الأمور، وهذا نص صريح فيه. الأمر الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه يدل على تضعيف الأجر في مسجده صلى الله عليه وسلم. وقد حكى بعض أهل العلم كالسيوطي في مقدمته للأشباه الإجماع على أن التضعيف خاص بمسجده صلى الله عليه وسلم فقط دون من عداه، فالمساجد الأخرى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون فيها التضعيف ولو كان قباء، وقباء له فضل كما جاء عند ابن ماجه وأهل السنن أن الصلاة فيه تعدل عمرة. المسألة الثالثة طبعا نعم، المسجد هو عليه الصلاة والسلام ليس خاصا بالقديم الذي كان في زمانه، وإنما وما مد فيه كما ذكر ذلك عمر فقال إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد له وإن وصل إلى صنعاء أو نحو ما قال عمر، فكل التوسع اللاحق به ما دام يصدق عليه أنه مسجد فهو مضاعف فيه. والفقهاء يذكرون في كتاب الاعتكاف كيف يعرف المسجد، قالوا بشرطين: الشرط الأول وقف البقعة للصلاة، والشرط الثاني إحاطته ببناء، فإذا اجتمع هذان الوصفان فإن المحل يكون مسجدا. المسألة الثالثة معنا في هذا الحديث أن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي تشمل الفريضة والنافلة معا، وهذا الذي نص عليه فقهاؤنا كثيرا كما نقله في الآداب ونقله الجراعي وغيرهم، أي في تحفة الراكع وغيرهم كثير، ولكن أبا حنيفة النعمان عليه رحمة الله كان يخصه بالفريضة فقط لكي تكون النافلة في البيت أفضل من الصلاة في مسجده، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته ويأمر بصلاة النافلة في بيته، ولكن نقول لا تلازم أو لا تعارض بين ذلك، فإن الصلاة في البيت أفضل لأنها سنة، إذ موافقة السنة أفضل من المضاعفة، وهذا يدلنا على أن العمل اليسير على سنة أفضل من العمل الكثير على غير سنة كما قاله عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ولذلك العمل القليل من العالم وطالب العلم في عبادته في حجه وصيامه وصدقته وصلاته يؤجر عليها أضعاف ما يؤجر عليها غيره لأنه أتى بها على سنة. ويدل على ذلك حديث معاذ في مسلم الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى وصل إلى عشرها، فدل على أن الناس يختلفون باعتبار أمور منها العلم. قال: إلا المسجد الحرام، فإن المسجد الحرام لا يدخل فيه. قال: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة، ومعنى ذلك أنه أفضل 100,000 فيما عداه من المساجد، لأن 100 في 1000 تعادل 100,000. الجملة الأخيرة فيها من الفقه: أولا يدلنا على أن مكة أفضل من المدينة خلافا لمالك، فإن مالكا فضل المدينة على مكة، وقد ألفت كتب كثيرة طبع منها نحو من 3 في المفاضلة بين المدينتين مكة والمدينة أيهما أفضل، والمعتمد عند أكثر أهل العلم أن مكة أفضل، ومن دلائل فضلها هذا الحديث. الأمر الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا، ما المراد بالمسجد الحرام؟ هل المراد به مسجد الكعبة فقط أم المراد به مكة كلها؟ وذلك أن المسجد الحرام أطلق في كتاب الله عز وجل على 3 معان: أطلق على مكة، وأطلق على الحرم، وأطلق على مسجد الكعبة أو على الكعبة نفسها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أي من مكة من بيت أم هانة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني الحرم كله وإن كان أوسع من مكة قديما. فأينما تكونوا فولوا وجوهكم شطرة، أي شطر المسجد الحرام الذي هو الكعبة ومسجد الكعبة. نعم، التضعيف هنا هل هو خاص بالمسجد الحرام أم بعموم مكة؟ ذكر ابن مفلح في الفروع أن ظاهر المذهب وظاهر كلام الفقهاء أن التضعيف خاص بالمسجد فقط، ها
هذا ظاهر كلام فقهاء مذهب الإمام أحمد. ثم ذكر اتجاها اتجهه، وذكر أن ابن القيم عليه أن التضعيف عام في الحرم كله، وهذا الذي كان يفتي به الشيخ عليه رحمة الله الشيخ بن باز، أن التضعيف عام في الحرم كله، ويقول إن في ذلك مصلحة لكي يعني لا يؤذي الناس بعضهم بعضا. أيضا من فقه هذا الحديث، وهي مسألة مهمة جدا، أن هذا الحديث فيه فضل قصد المسجدين بالزيارة وشد الرحل لهما، وقد جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة: مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم استحبها كثير من أهل العلم، ومن أولهم ابن عمر رضي الله عنه، فقد كان يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزوره إذا كان في مكة. وما جاء في كلام الفقهاء أنه يستحب لمن قضى حجه أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فصحيح، ولكن فيه تقدير، وهذا التقدير هو أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويزور المسجد ويزور قبره عليه الصلاة والسلام تبعا، وهذا التقدير لا بد منه، يجب أن يكون هذا التقدير. لما؟ لأن المرأة إذا شد الرحلة إلى المسجد إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ثلاثة: إما أن يقصد، طبعا يخلو رابعا لكن خارج التعبد، قصد التعبد، إما أن يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره، فهذا جائز بإجماع المسلمين، ولم يقل أحد بالمنع منه أبدا، ولذلك نقول يشد الرحل تبعا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصالة للمسجد متابعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يشد الرحل للمسجد، وهذا أيضا النص عليه وهو جائز. الحالة الثالثة أن يشد الرحل للقبر لا للمسجد، ونقول لا يمكن لمؤمن بالله عز وجل أن يفعل ذلك، فإنه استنقاص بقدر المسجد، كيف يقول أريد القبر ولا أريد المسجد؟ هذه مثل ما ذكر العلماء في مسألة لمن يتوضأ، لمن يغتسل يعمم الطهارة على جسده ويمر أربع جريات وينوي رفع الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، قالوا هذا عبث، ومثله هذا فهذا عبث. فالأصل أن كل مسلم إذا قصد المزيد فإنه يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد قبره معا، هذا هو الأصل في المسلمين، ولا يظن بأحد المسلمين خلاف ذلك، لا أظن أن أحدا على خلاف ذلك جزما أقطع به، فكل المسلمين إنما يريد الجمع بينهما. ولذلك عندما يقول العلماء لا تقل هذه الكلمة تأدبا وموافقة للحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، ومن ذكر عبارة يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقصده من باب التبع. ولذا فإن عددا من محققي أهل العلم ومنهم الضياء القرشي الحنفي المكي ذكر في منسكه وذكر في تاريخه في مكة وهو مطبوع كذلك أنه يستحب لمن قضى نسكه أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ذكره عدد من محققي مذهب الإمام أحمد المتأخرين ومنهم الذنابي في منسكه العوفي المصري تلميذ الشيخ منصور البهوتي. إذا المقصود من هذا أن الخلاف إنما هو تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأدب مع وحي الله عز وجل ومع الله عز وجل قبل ذلك، وهي مسألة تتعلق باللسان والأدب، ولا أظن أن أحدا يخطئ فيها، لأن كل مسلم إنما يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من باب الأدب: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فالأدب في الألفاظ مهم جدا. نعم. باب الفوات والإحصار. نعم، بدأ المصنف وختم كتاب الحج بباب الفوات والإحصار. والفوات والإحصار أمران طارئان على من دخل في النسك حجا أو عمرة. وقد ذكر، وهذه فائدة، ذكر إمام الحرمين الجويني في كتابه البرهان في الأصول أن التفريق بين الفوات والإحصار والفساد يعتاص على الفقيه، أي على كثير من الفقهاء لا يستطيعون أن يفرقوا في الأحكام بين الفوات وبين الإحصار وبين الفساد. ما الفرق بين الفوات والإحصار؟ الفوات هو أن يفوته الوقوف بعرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فيسمى فواتا إما حقيقة أو حكما، وذكرت لكم الحكم في الحائض، فإن لما خافت الفوات سقط عنها التمتع فأصبحت قارنة. طيب، وأما الإحصار فهو أن يمنع من الوصول إلى الحرم إلى مكة كلها، وإن منع من الوصول إلى عرفة فقط ف
فهو كذلك إحصار، لكنه يتحلل بعمرة، لا بد أن يتحلل بعمرة لأنه ممكن له الوصول إلى الحرم، فيأخذ حكم الهواة من جانب والإحصار من جانب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجمع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. نعم، هذا حديث ابن عباس فيه قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحصار النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية حينما صالح المشركين وعلى أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم فرجع، وهذا نوع من الإحصار، وكان الإحصار هنا بعدو منعوه من الوصول إلى مكة. قال فحلق رأسه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه. ومسألة حلق الرأس على المحصر فيه قولان. القول الأول أن حلق الرأس واجب على المحصر، وهو الذي في المنتهى، عفوا هو الذي في الإقناع وليس في المنتهى، الإقناع أنه يجب حلق الرأس. والقول الثاني وهي رواية المذهب أن حلق الرأس ليس واجبا على المحصر، وهو الذي في المنتهى. قال شارحه وهو البهوتي وهو ظاهر المنتهى لعدم ذكره، مثل ما ذكرنا في السابقة لما لم يذكره أخذ منه صاحب المنتهى أنه لا يرى ذلك، وهي رواية المذهب. وقد اختلف ما سبب الخلاف في هذه المسألة، فقيل إن سبب الخلاف هل الحلاق نسك أم استباحة وإطلاق من نسك. وقد ذكرت لكم أن الشيخ تقي الدين قال لا يصح ذلك، بل هو مجزوم أنه نسك. وقد ذكر الفقهاء أنه حيث قلنا إنه نسك فإنه يجب على المحصر، فحينئذ يكون واجبا على قاعدة المذهب، فحينئذ قول الإقناع مقدم على صاحب المنتهى، وهذه من المسائل التي يقدم فيها قول صاحب الإقناع على المنتهى لأجل القاعدة التي وافقت المذهب. طيب، قوله وجامع نساءه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح حلالا فجامع النساء. وقوله ونحر هديه، الواو هنا ليست للترتيب وإنما هي لمطلق الجمع، لأنه قد جاء قبل أنه نحر ثم حلق كما تقدم معنا في الحديث السابق. وقول ابن عباس رضي الله عنهما ونحر هديه نأخذ منها أحكاما. الحكم الأول أنه يجب نحر الهدي إذا كان الشخص محصرا، سواء كان قد ساق الهدي أو لم يسقه. واختار ابن القيم وهو الرواية الثانية مذهب أحمد أن المحصر لا يجب عليه ذبح الهدي إن كان لم يسق الهدي فيسقط عنه الذبح. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحر هديه وأمر بنحر الهدي في الحديث المتقدم لأنه كان قد ساقه، فالواجب نحر الهدي على من ساق. والصواب لا شك هو القول الأول وهو المذهب، حتى قال المرداوي المذهب بلا ريب أن الحل مترتب على الذبح، فإن لم يذبح فإنه لا يحل. هذه مسألة. المسألة الثانية أن قوله ونحر هديه يفيدنا أن المحصر يذبح هديه في موضع حصره، ولا يلزمه أن يرسله إلى مكة، ولا يلزمه أن يذبح، ولا يلزم أن يذبح في أيام التشريق، ويجوز ذبحه ولو كان في الحل لأن الحديبية كانت في الحل وليست في الحرم. الأمر الأخير أن الفقهاء يقولون إن نحر الهدي للمحصر يشترط فيه النية، أي نية التحلل، بينما نحر الهدي التمتع والقران لا يشترط فيه نية التحلل، فإن مجرد التعيين كاف فيه بأنه هدي تمتع أو قران. الجملة الأخيرة في قوله حتى اعتمر عاما قابلا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة التي بعده، وهذه العمرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي على سبيل الوجوب أم ليست على سبيل الوجوب؟ المذهب وهو الصحيح يدل عليه الدليل أن المحصر لا يجب عليه قضاء عمرته، ويدل على ذلك أن الذين أحصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نحو من 1400، والذين اعتمروا معه في السنة التي بعدها عدد قليل،
ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي المحصرين معه وهم 1400، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء عمرتهم. ولذلك فإن هذه العمرة التي كانت بعدها بسنة هي تسمى عمرة القضاء أو عمرة القضية، والصواب أن تسمى بعمرة القضية أصوب من تسميتها بعمرة القضاء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها دخلت عن أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، أي مريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة. أول هذه المسائل وهي مسألة مهمة جدا وسيأتي لها تفصيل في الحديث الذي بعده، استدل بهذا الحديث أو استدل فقهاء المذهب بهذا الحديث على أن المرض لا يثبت به الإحصار، وأن الإحصار لا يثبت إلا بالعدو. ووجه الاستدلال في ذلك أن المرض لو كان مبيحا للإحصار والإحلال، مبيحا للإحلال ويكون سببا للإحصار، لما احتاجت ضباعة رضي الله عنها إلى الاشتراط. وهذا هو المذهب، أن المرض ليس سببا للإحصار، وسيأتي شرح تفصيله بعد قليل ودليله في المسألة بعد. لكن الرواية الثانية باب تتميم المسألة لكي لا تكون ناقصة، الرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها الفتوى وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه، أن المرض يكون إحصارا، بل ربما هو أبلغ في الإحصار من العدو، فقد لا يتحرك المرء من مكانه. وأجابوا عن الاستدلال بهذا الحديث، طبعا الاستدلال ذكرت لكم قبل قليل، استدل به ابن المنجى في شرحه المقنع. وأجابوا عن الاستدلال بهذا الحديث قالوا: إن الفائدة من الاشتراط ليست مجرد التحلل، بل إسقاط الأفعال الأخرى، فيسقط عنه الحلاق إن قيل بوجوبه، ويسقط عنه كذلك الذبح، ذبح هدي الإحصار إن قيل بوجوبه خلافا لابن القيم. نعم، إذن هذا قوله: حجي واشترطي. نعم، هذا المعنى الأول. مسؤولية المسألة الثانية أو الفائدة الثانية أن هذا الحديث يدل على مشروعية الاشتراط، حيث دل النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة عليه. وما حكمه؟ مشهور المذهب أن الاشتراط سنة لكل أحد، فهو سنة مطلقا. واختار الشيخ تقي الدين أنه إنما يكون سنة لمن خاف، فمن خاف على نفسه سبب من أسباب الإحصار فإنه حينئذ يستحب له الاشتراط، وإلا فلا يستحب فيبقى على الإباحة. المسألة الثالثة في صفة الاشتراط، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. الفقهاء يقولون قد اختلفت الروايات في صفة الاشتراط، فدل ذلك على أن المعنى هو المراد لا اللفظ، فيجوز الإتيان بأي لفظ. فلو قال الرجل: لبيك اللهم عمره، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كفى. لو قال: محلي حيث حبستني كفى. لو قال: تحللي بدل محلي كفى. وهكذا من الصيغ. وذلك قالوا: العبرة بالمعنى دون اللفظ، فاللفظ ليس تعبديا لأن اختلفت الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة بعدها قلت لكم أن المقصود المعنى، لكن هل تكفي النية أم لا تكفي؟ المعتمد عند الفقهاء أنه لا تكفي النية، بل لا بد من التلفظ بأي لفظ، فلا بد أن يأتي باللفظ، وذلك يذكرونه بعد التلبية، فيقولون: يقول لبيك اللهم لبيك، ثم يشترط فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. المسألة الأخيرة عندنا وهي مسألة: ما فائدة الاشتراط؟ ذكرتها لكم قبل قليل، وهو فائدة الاشتراط أمران: الأمر الأول الحل عند وجود الشرط، فإذا وجد الشرط وهو السبب الحبس فيجوز التحلل. الأمر الثاني عدم وجوب شيء عليه، فلا يجب عليه دم ولا يجب عليه حلق ولا يجب عليه كذلك قضاء
لهذا النسك فيسقط عليه جميع الأحكام المتعلقة. بقي عندي مسألة تذكرتها الآن وهي قضية قوله فإن حبسني حابس. ما هو الحابس؟ هل كل حابس يكون كذلك؟ العلماء يقولون لا يكون الحابس حابسا ومبيحا للتحلل عند الاشتراط إلا إذا كان مما يبيح التحلل عند الإحصار. وقد ذكرت لكم سنذكره في الحديث الأخير أن المذهب أنه خاص بالعدو، والرواية الثانية التي عليها الفتوى أنه يشمل المرض وغيره مما سيأتي بعد قليل. نعم تفضل. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم هذا حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو، واختار المصنف رحمه الله تعالى طريقا من طرق حديث عكرمة وهو الذي جاء من طريق الحجاج بن الصواف، لأن عكرمة مرة يرويه عن الحجاج بن عمرو مباشرة، ومرة يرويه عكرمة ويزيد رجلا فيجعل بينه وبين الحجاج رجل آخر وهو عبد الله بن رافع. هذا الحديث ذكر المصنف أن الترمذي قد حسنه وكذلك النووي وغيره، لكن أعله الإمام أحمد أعل هذا الحديث، فقد جاء في مسائل أبي داود التي نقلها عن الإمام أحمد، ولأبي داود عن أحمد مسائل أو كتابين مختلفين تسمى بالمسائل، كتاب في الحديث مسائله في الرجالات أي في رجال الحديث، والثاني مسائل في الفقه، وهما كتابان منفصلان مطبوعان على سبيل الانفصال. جاء في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود أن أحمد قال لا أدري ما مخرج هذا الحديث، ومعنى ذلك أن هذا الحديث مختلف فيه، فإن عكرمة راوي الحديث رواه عنه يحيى ابن أبي كثير، واختلف على يحيى ابن أبي كثير فرواه الحجاج بن عمرو الصواف عن يحيى عن عكرمة عن حجاج مباشرة، ورواه من طريق ورواه غيره كمعمر عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج، وهذا هو الاختلاف الذي أشار له الإمام أحمد. وعلى العموم فالحديث حسنه الترمذي. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أي كسرت ساقه أو عرج. انتبه الحديث هنا بفتح الراء عرج، لأن هناك فرقا بين عرج وعارج. علماء اللغة يقولون إذا قلت عرج بفتح الراء معناه أنه كان سليما ثم أصابه شيء في رجله جعله يمشي كمشي العرجان، وأما إذا قلت عريج فمعناه أنه أصبح أعرج على سبيل الديمومة، وليس ذلك أمرا طارئا عليه بل هو أعرج من باب الخلقة، وهذا الفرق بين عرج وعرج، والحديث إنما هو عرج بالفتح. نعم قال من كسر أو عرج في رواية غير التي طريق ابن الصواف وهي طريق معمر، أو مرض وهي محل الشاهد، فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الأولى وهو أهمها أن هذا الحديث استدل به على ثبوت الإحصار بالمرض، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج وفي لفظ أو مرض فقد حل أي جاز له أن يحل، وهذا الاستدلال هو الذي استدل به الشيخ تقي الدين، ورجح هذا القول أيضا تلميذه واستظهره أيضا الشيخ العلامة شمس الدين الزركشي في شرحه الخرقي. وأما مشهور المذهب فيقولون إنه لا يجوز الإحصار بالمرض، وإنما يكون الإحصار كما تقدم معنا فقط بالعدو فقط. وأجابوا عن هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج، فقالوا إن هذا معناه أن من كسر أو عرج ففاته الحج فقد حل، أي يصبح حكمه حكم الفوات ولا يصبح حكمه حكم المحصر، فحملوا هذا الحديث على الفوات ولم يحملوه على الإحصار. ذكرت لكم أن إمام الحرمين الجويني كان يقول بعض الفقهاء لا يفرق بين الإحصار وبين الفوات، وهذه المسألة توسع فيها العلماء في الاستدلال بناء على ترك الظاهر هل هو معتبر أم ليس بمعتبر. على العموم لضيق الوقت إذن حملوا هذا الحديث على الفوات.
المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد حل، عرفنا معنى قوله فقد حل أي فقد على المذهب فقد ففاته الحج، فقد حل فيحل فيكون حكم حكم الفوات، وعلى اختيار الشيخ تقي الدين ومن تبعه فيكون التقدير فقد أحصر وتحلل بعد ذلك بالنية. قوله وعليه الحج من قابل، من قال إن هذا الحديث محله الفوات فهذا استدلوا به وهو المذهب على أن من فاته الحج يجب عليه قضاؤه، لأنهم يرون أن القضاء يجب على من فاته الحج ولا يجب على من أحصر، وبذلك يستقيم كلامهم. إذن فقوله وعليه الحج من قابل حيث قلنا إن أول الحديث في الفوات فآخره في الفوات، فحينئذ يستقيم الكلام. وعما على الرواية الثانية التي اختارها الشيخ تقي الدين أن قوله من كسر أو عرج فقد حل أنها في الإحصار، فيقول فقوله وعليه الحج من قابل ليس وجوبا للحج مطلقا، وإنما عليه الحج من قابل إن لم يكن قد حج حج الفرض، فمن أحصر في فريضة بقي الحج في ذمته ولم يبرأ بهذا التحلل بالإحصار. وهذا وجه الاستدلال للقولين في هذه الجملة. بقي عندنا مسألة أو مسألتان نختم الدرس. المسألة الأولى وهي قضية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الحج من قابل استدل به على أن الحج للفورية، وهذا استدلال يعني لطيف. قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحج من قابل هو في القضاء، إما الفوات أو لقضاء حجة الواجبة عليه وهي حجة الإسلام أو حجة النذر إن كان قد أحصر، فإذا كان القضاء يجب المبادرة فيه فقال من قابل، فمن باب أولى حجة الإسلام الأولى التي ليست قضاء، إذ الأصل يكون أقوى من بدله. وهذا استدلال لطيف في هذا الحديث، وهو من استدلالات الشيخ تقي الدين لطيفة. آخر مسألة في هذا الحديث وهو استدلال لبعض الفقهاء وهو السامري، استدل بهذا الحديث على أن الحج والعمرة لا يرفضان، ودليله قال وعليه الحج من قابل، فإن هذا الرجل الذي دخل في النسك مع وجود العذر لم يجز له رفض الحج، وإنما يجب عليه بدله سواء قلنا أن الحج فات أو أنه محصر فيه، بل يجب عليه البدل. وهذا موافق لكتاب الله عز وجل حينما قال سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله. وقد حكى ابن حزم في المراتب الإجماع على أن رفض الحج والعمرة لا يجوز مطلقا، لا يجوز رفض الحج والعمرة، طبعا إلا بعض الحنفية، فإن بعض الحنفية يجوزون بعض الصور في رفض الحج والعمرة. ومن الصور عند الحنفية رفض حج وعمرة الصبي، فإنهم يرون جواز رفض حج عمرة الصبي الصغير، قالوا لأن إرادة ليست كاملة. وأما الجمهور فيقولون لا يصح رفض الحج والعمرة سواء كان الحج أو العمرة واجبين أو كان مندوبين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا تلاوة كتاب الله عز وجل أناء الليل وأطراف النهار. أسأله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا من كتابه ومن علمي ومن العلم بكتابه. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأن يصلح لنا في ذرياتنا، وأن يرفع درجاتنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا مصاحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا بعض الأسئلة، أحد الأخوان يقول هل الحلق يكون بالموسى أم بالمكينة؟ طبعا العلماء قديما لا يعرفون الحلق إلا بالموسى، الموسى الذي هو الموس يسمى موسى. ثم جاءت هذه المكائن. عندنا هذا ينبني حكم المكينة على قاعدة طبعا تخريجة، لأنها لم تكن معروفة قديما هذه المكائن. هذه القاعدة هي هل الحلاق إزالة الشعر أم إمرار الآلة؟ ظاهر المذهب أن الحلاق هو إزالة الشعر، ولذلك قالوا إنه إذا لم يكن شعر في الرأس فلا فائدة لإمرار الآلة، وبناء عليه فكل آلة سواء كانت تسمى موسا أو ماكينة
إذا كانت تزيل الشعر بحيث لا يبقى من الشعر شيء يمكن إزالته عادة فإنه يسمى حلاقة. فبعض أنواع الماكينات تكون تزيل أغلب الشعر لا يبقى إلا شيء يسير جدا، فهذه الذي يظهر لي أنها حلاق، فلا يلزم إمرار الموسى. وبعض الناس يكون له في رأسه يعني جروح ويكون له حبوب يؤذيه هذا الموسى، أو لا يجد موسى نظيفا فقد يؤدي ذلك لأمراض ونحوها. هذا أخونا يقول: هل من وصية الاستغلال العشر الأول من ذي الحجة؟ لو لم يأتي في العشر الأول من ذي الحجة إلا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر لكفى. لماذا؟ وجه الدلالة أن الله عز وجل يحبها، والله عز وجل إذا أحب شيئا عظم المثوبة والأجر عليه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق العمل، وهذا قليل جدا في المواسم، قليل جدا من المواسم التي يطلق فيها مطلق العمل المندوب. فهذه الأيام العشر استحب فيها الصلاة، استحب فيها الصيام. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذه العشر وتركها أحيانا كما في حديث عائشة فعلها ابن عمر. يستحب فيها الصلاة، يستحب فيها الصدقة، يستحب فيها الحج، يستحب فيها سائر الطاعات، فكل العمل مستحب في العشر بخلاف غيرها من المواسم كالجمعة العيد، وقد تكون أفضل منها لكن لا يستحب فيها مطلق العمل. هذا أخونا يقول: وجب علي فدية ولم أطعم إلى الآن. يجب عليك أن تخرج الإطعام، ولكن يجب أن يكون إطعام المساكين في مكة، فتطعم 6 مساكين، يجب أن تطعم كل واحد نصف صاع، ويكون نصف الصاع من الأصناف التي تجزئ في صدقة الفطر كالتمر مثلا أو البر ونحو ذلك. أخونا يقول: أرجو إعادة مسألة الدفع مزدلفة من حيث الوقت والاستدلال. وجه الاستدلال سيأخذ وقت لكن أمرها بسرعة. العلماء يقولون إن الدفع من مزدلفة له 4 حالات: أن يأتي المرء قبل نصف الليل، أو نقول له 3 أوقات: أن يأتي قبل نصف الليل، أن يأتي بعد نصف الليل، أن يأتي بعد طلوع الفجر، أو بعد طلوع الشمس على الخلاف الذي ذكرت لكم قبل قليل ما هو آخر وقت مزدلفة. فإن أتى قبل نصف الليل لزمه ووجب عليه أن يمكث إلى نصفه أو إلى غروب قرص القمر، واستحب له التأخر إلا أن يكون من الضعفة فيجوز له الخروج. إن أتى بعد نصف الليل كفاه المرور ولا يلزمه المكث. الأمر الثالث: إن جاء بعد انتهاء الوقت فنقول إن كان لعذر زحام من غير تقصير ولا تفريط فلا شيء عليه، وإن كان بتفريط في الخروج أو بسبب قصد منه فإنه في هذه الحالة يلزمه الفدية لأنه ترك واجبا، ولا يعذر فيها بعذر إلا بسبب الزحام. لماذا عذرنا بالزحام فقط؟ كما قلنا في ميناء أن الأمر إذا ضاق اتسع، فلما كان الزحام متصلا بالمزدلفة فكأنه في المزدلفة حكما حيث لم يصل إليها لأن الازدحام وصلها. هذا وجه الاستدلال في الزحام خاصة، فهو في الازدحام. الأدلة: النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة، أو ذكرت الأدلة كثيرة، يعني ذكرت لكم 4 ذكرنا 3 أدلة و4 من كلام المصنف فارجع له. يقول: ما الدليل على كراهة تطيب الثوب قبل الإحرام؟ شوف، تطيب البدن فضل، تطيب البدن جائز لحديث عائشة رضي الله عنها، وأما تطيب الثوب فقالوا جائز مع الكراهة إلا أبو بكر الآجري فإنه قال إنه محرم لا يجوز تطيب الثوب. لماذا قالوا بالكراهة؟ قالوا لأن تطيبه قبل الإحرام جائز، لأن الثوب حينئذ ليس ثوب محرم، فإن أحرم والطيب في ثوبه أيضا جاز، إذ المحرم ابتداء التطيب لا استدامته. وبناء عليه فلو أنه قد سقط رداؤه فلا يجوز له لبسه بعد ذلك إلا بعد غسله، كما أن من طيب رداءه ربما يحتاج إلى لمسه فيمس الطيب بدنه فلذلك كرهوه. إذن كرهوه لأجل ماذا؟ خشية المس، خشية ما يفضي إليه من أن يمس ببدنه فيقع في المحظور. طبعا يمسه عمدا لأنها نسيانا وجهلا لا فدية عليه فيه لأنه ليس فيه إتلاف. طبعا لماذا فرقوا بين الابتداء والاستدامة؟ لأن هناك قاعدة كلية مشهورة جدا أن الاستدامة أخف من الابتداء،
هذه قاعدة مشهورة جدا. هذا أخونا يقول: الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هل قصروا أم أتموا الصلاة في عرفة ومنى؟ نقول: الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنهم أنهم أتموا، وإنما قصروا. وبناء على ذلك فالذين حجوا نوعان، إما أن يكونوا مكيين أو آفاقيين ليسوا مكيين، وهم الأكثر. وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 كما قلت لكم عن ابن حجر في مقدمة الإصابة، وذكر من أورد ذلك من أهل العلم. فأغلب الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل مكة، فهم مسافرون كما تعلمون. وأما المكيون فلم ينقل عنهم شيء، فالعلم عند الله عز وجل، أقصروا أم أتموا؟ بل ربما لم يأتوا إلا بعد الزوال، فلم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يصلي هذا العدد كله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الناس صلى في رحله. هذا من جهة. من جهة أخرى أن بعض أهل العلم هو الشيخ تقي الدين قال إن المكيين قصروا في عرفة، وبنى على ذلك الحكم الذي ذهب له، وهو أنه لا يلزم في مسافة القصر أن تكون 3 برد، أن تكون 4 برد اللي هي ثلاثة مراحل، أن تكون 4 برد التي هي 16 فرسخا، بل يقول كل ما يعد سفرا فإنه يقصر له. قال: والمكيون ذهبوا إلى عرفة، فالظاهر أنهم قد قصروا وجمعوا باعتبار كونه سفرا. نحن نقول: الله أعلم. المكيون قلة باعتبار من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل الناس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بعضهم، فلربما كان بعضهم قد أتم، والعلم عند الله عز وجل، فننظر في القواعد حين ذاك. يقول: هل يشترط أن أحج بمالي وإن تيسر لي الحج عن طريق أحد معارفي وعلى نفقته؟ هل يجوز لي أن أقبل؟ نعم، يجوز لك أن تقبل بلا كراهة، لكن ما الأفضل؟ لا شك أن الأفضل أن تحج بمالك لكي يكون عبادة بدنية ومالية معا. لكن إذا وهب للشخص هبة فيجوز من غير كراهة. والعلماء تكلموا في مسألة: هل يلزمه قبول الهبة إذا كان الحج حج نافلة، حج فريضة، من حج حج فريضة وليس عنده مال، فجاء شخص قال: خذ هذه قيمة الحملة والتذاكر، ميم ميم، تعرف ميم ميم؟ إيش معنى ميم ميم؟ يعني محفول مكفول، ما تدفع ريال واحد. فقالك هذا شيء، هل يلزمه قبول هذه الهبة؟ قالوا: لا يلزمه قبول هذه الهبة، لأن فيها تمننا من جهة، قد يتمنن عليك فيها منه. الأمر الثاني أن العبادة هذه عبادة مالية وبدنية مغلب فيها المال، فلا يلزمه قبوله. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.